كما واصل طيران رضوان السعودي استهدافه للمشاريع الخاصة في ومصادر أرزاق المواطنين. ففي محافظة عمران استهدف العدوان أحد المصانع الخاصة لإنتاج المياه في منطقة بني ميمون بمديرية عيال صريح. مراسلنا أكد أن الغارات استهدفت مصنع الضيافة للمياه المعدنية وتسببت في إلحاق أضرار واسعة في المباني والمخازن التابعة له مخلفة خسائر مادية واسعة.